بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثناء ما أنا كنت قاعد نحفظ في الفترة اللي عقبت فيها البكالوريا، كنت نتبع خطأ جسيم صراحة في الحفظ. هذا الخطأ راح تعرفوه وننصحكم بشدة بالابتعاد عليه. صلوا على رسول الله. وأنا كنت قاعد نحفظ المواد الأدبية، كنت نتبع واحدة الطريقة. الطريقة هي أني نقسم الدرس لمجموعة من الفقرات كما تدير عامة التلاميذ تقريبا. نقسم الدرس لمجموعة من الفقرات، نقرأ عنوان الدرس، بعد ما نقرأ عنوان الدرس نقرأ هذيك الفقرة، نقرأ عنوان الفقرة بعد نقرأ هذيك الفقرة، ومن بعد وش نروح ندير؟ نروح نحفظ هذيك الفقرة، نحفظها، ويعني كما نقولوا نحفظها، نبقى نقراها ومن بعد نعاود نكررها قراءة، ومن بعد نحفظ بشوية 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 حتى نلقى روحي حفظت فقرة. ومن بعد كنجي نستظهر هذيك الفقرة على روحي. كيف هندير؟ كنجي نستظهر الفقرة هذيك على روحي، نلقى روحي أنا بديت نستظهر قال نستظهر قال نستظهر قال نستظهر حتى نلقى روحي نسيت كلمة، مثلا نسيت كلمة ولا جملة. لنفترض أن الجملة هذيك اللي نسيتها هي نجاح الأمة، أنا راني نستظهر أوب نسيت نجاح الأمة. بدا وش راح ندير أنا؟ وش هي الكلمة؟ وش اللي كان بعد هذه؟ وش اللي كان بعد هذه؟ وش اللي كان بعد هذه؟ ما نتعبش ذهني بزاف في التفكر، شوية برك. وش اللي كان بعد هذه؟ وش اللي كان نسيت. هيا هات نحل ديريكت الكراس. نجاح الأمة، أي خلاص، نجاح الأمة نجاح الأمة نجاح الأمة، نبقى نكررها هكا، نجاح الأمة 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 في كذا وكذا 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 وهكاك. وكنت إلى أن نزيد نغلط، مثلا نفترض أني نسيت حاجة في الفقرة، كيف وش اللي نسيت؟ 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 ما تفكرش وش اللي نسيت، هاي خلاص نعاود نحل الكري. وهذه وش اللي نسيتي ما طولش بزاف، بلكي تقريبا يعني ما طولش بزاف، ما نطولش وانا نحاول نتفكر وش اللي نسيت. ديريكت نعاود نفتح الكراسة ولا الكتاب، هذه هي الكلمة اللي نسيتها، ونبقى نعاود نكررها وهكا حتى نختم الفقرة حفظا. وهك كانت تبان لي بلي حفظت، كان يظهر لي كأني حفظت حفظا جيدا لهذه الفقرة. وهك فقرة ورا أختها بالطريقة هذه إلى أني نختم هذاك الدرس حفظا. طريقة الحفظ هذه بعد ما جربتها صراحة طريقة ركيكة للحفظ صراحة، وتخلي حفظ طريقة ركيكة للحفظ وسيئة للحفظ. إذا ابتعدوا عن هذه الطريقة، ما تطبقليش هذه الطريقة. وش هي الطريقة الصحيحة للحفظ؟ الطريقة الصحيحة للحفظ أنك قريت الدرس، خذ نظرة عامة مع الأول على الدرس تاعك قراءة، اقراه من الاول للنهايه، خذ النظره عامه عليه، ومن بعد ابدا تحفظ على روحك. اقرا العنوان، اقرا عنوان الفقره، العناوين تحفظ، العناوين تحفظ. وش تاني؟ وركزوا معايا مليح، انا لما نحفظ العناوين ونحفظ تاني الفقره، وما كانش من هذه تاع دقيقه برك نسيت الكلمه الاولى، دقيقه برك اعطيني الكلمه الاولى وانا دوك نحفظ لك، كما يقولوها بعض التلاميذ اعطيني راس الخيط، اعطيني راس الخيط برك، كي تجيب لي راس الخيط نجيب لك الفقره. وهيك يعني تقريبا من هاتين المصطلحات، ولا اعطيني 3 حروف الاولين برك، ولا كيفاه تبدا برك الفقره. هذا ما اسموش حفظ. وش لي هذا؟ مش حفظ باختصار، وبدون طولة كلام، هذا مش حفظ. الحفظ تاع الصح اعطيني الفقره نحفظها لك من الاول للنهايه، هذه هي بلا ما نشوف. ما كانش تاع دقيقه نسيت كلمه شفتها عاود الفقره من الاول للاخر، نسيت زدت نسيت عاود كلمة عاود الفقرة من الأول للآخر. خلصت الفقرة بلا ما تشوف لا شتا العنوان ولا شتا الآخرين، قال حفظت العنوان حفظت الفقرة تاع العنوان، خلاص انتقل للفقرة اللي بعدها. وكيما تنتقل للفقرة اللي بعدها بنفس طريقة الفقرة الأولى، وش دير؟ اسمع مليح. ومن بعد زعما راك خلصت الفقرة الثانية، لنفترض خلصت الفقرة الثانية، كيف لازم بلا ما تشوف واش تعاود تولي دير؟ ترى كي تعاود تنتقل باش تنتقل قبل ما تنتقل للفقرة الثالثة، واش دير؟ تعاود تحفظ الفقرة الأولى والثانية،
باش تشوف روحك تعاود تحفظ الفقرة الأولى والثانية وبلا ما تشوف، لاش تا العناوين ما تشوفهمش، لاش تا العناوين ما تشوفهمش، تعاود تحفظ الفقرة الأولى والثانية، بعدها تصوتي للثالثة، تعاود تحفظ الثالثة بلا ما تشوف، بعدها كي تجي تصوتي للرابعة تحفظ الأولى والثانية والثالثة وتروح تحفظ الرابعة، بعدها كي تصوتي للخامسة تحفظ الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ومن بعد تزيد تحفظ الخامسة، كي تصوتي للسادسة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، من بعد تزيد تحفظ السادسة، من بعد ولا كان هذيك السادسة هي الأخرى، من بعد تزيد تعاود السادسة، كي تخلص هذا كامل واش تعاود دير؟ تعاود تغلق الكراس تاعك، ترتاح لمدة 5 دقائق تشوف واش دير، 5 دقائق خدها راحة، ومن بعد واش دير؟ تعاود ما تحلش الكاي تاعك، خلاص الدرس نورمالمون العناوين تاع الدرس وكل الدرس خلاص راك حفظته، هذا اسمه حفظ. واش تعاود دير؟ تعاود تستظهر لروحك الدرس هذاك كامل من الألف إلى الياء، من الألف للياء حافظا هكاك بلا ما تشوف، من بعد كي تخلصوا تروح تقرا هذاك الدرس. هذه هي الطريقة الصحيحة للحفظ، وهذا ما نعرف أنا والله أعلم. وهكاك اما هذه تاع اعطيني راس الخيط في الباك، كي تقعد في الباك كي تقعد في الباك كي تلقى روحك نسيت كلمه تبقى، وهذيك الكلمه كون ما تتفكرهاش ما تقدرش تجيب اللي بعدها، ابقى نص ساعه وانت تخمم نسيت حل، وانت نص ساعه وانت ما لا اسعى لانك تحفظ مليح. وبالمناسبه في قضيه الحفظ نحيوني من اخرجوا من وسواس اني نسيت ولا اني ننسى ولا ما على باليش، اخرج من وسواس انك تنسى، احفظ وكي تلقى روحك تنسى معليش، وما تبقاش مضغوط بالوقت، احفظ وبركة من وسواس انك تنسى او مجرد وسواس، كي تحفظ مليح ان شاء الله ان شاء الله مش راح تنسى. انا الشيء اللي نعرفه انه وسواس، هذا الشيء اللي نعرفه انا والله اعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.